أهلا بكم إلى موجز الأخبار في دقيقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا مهما خلال مدة أقصاها 48 ساعة بشأن سوريا على خلفية استهداف دوما. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس لا يستبعد أي رد عسكري أمريكي ويلقي بالنوم على روسيا لعدم وفائها بالتزاماتها. بريطانيا وفرنسا تتفقان على خيارات للرد على الهجوم الكيماوي في دوما. السلطات العراقية تطلق عملية عسكرية شرقية محافظة ديالى لتعقب خلايا تنظيم داعش النائمة في ثلاث مناطق. قوات الشرعية اليمنية تحقق تقدما جديدا في مديرية باقم شمالية صعدة بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. جوجل تنتهك قوانين حماية الأطفال بجمع بيانات شخصية لمن هم دون 13 عاما وتقديم الإعلانات لهم. اضطرابات النوم الشديدة والمستمرة تضر بالصحة، إذ يرفع اختلال إيقاع النوم والاستيقاظ خطر الإصابة بأمراض الأيض مثل السكري وكذلك الأمراض السرطانية.